تعاني فاطمة ناصر من ورم سرطاني في الفك، وتوسع هذا الورم لينتقل إلى البلعوم. تحتاج للمساعدة ولعملية في الخارج. الحاجة فاطمة ناصر من محافظة حجة مديرية عبس تروي تقاسيمها حكاية الألم الذي ألم بفمها والذي داهمها بقسوة دون رحمة لسنها. تعبت الحاجة فاطمة ذات يوم لتنتقل من طبيب لآخر ليصل أولادها الخبر بأنها تعاني من سرطان الفك. والدتي فاطمة ناصر صالح أبو عساق من محافظة حجة مديرية المغرب عدت وكية، يعني المرض قدر فيها يجي 17، وحاولنا نحن نعالجها في محافظة حجة، وسطرونا صنعاء وصلنا هنا ادونا فحوصات فحص، يعني أشعة مقطعية وفحص عينة. قرر لها الأطباء عملية كبيرة قبل أن ينتقل السرطان من الفك إلى البلعوم. معاناة صعبة يعيشونها ويعيشها ابنها بين تحمل أعباء مرض والدته وبين تركه لأسرته في الريف ليس لهم عائل سواه، وقد تحتاج أيضا إلى تدخل جراحي وعملية في الخارج، فمن لهم بعد الله تعالى إلا المحسنين. الورم طلع في الفك السفلي، وعندما طالت المعاملة حق العلاجات يعني نزل إلى بسمه إلى حلقها، والآن لا زال يعني منتشر في جسمها. حاولنا عند بعد ما طلعت بسمها قال حاولونا إلى الدكتور، قال ما بالله إلى الخارج ما يستطيع يفك العملية هنا. هي دعوة صادقة لأهل الخير لمساعدة الحاجة فاطمة ذات 60 عام لفك كربتهم وضيق ذات اليد، وعند الله لا يضيع الأجر والثواب.